لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تكريت مسؤول القسم الإغاثي في الهيئة بتكريت باسل الناصري. أهلا بكم سيد باسل. أهلا بكم العزيزة. هل بإمكانكم أن تزودونا بمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة، حملة المساعدات الإنسانية التي قدمتموها للنازحين في كركوك؟ بس بداية تصحيح للعنوان، أنا دكتور باسل مسؤول قسم متابعة الفروع في الهيئة وليس قسم الإغاثي. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أختي العزيزة، ضمن التوجيه المتواصل لفضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين فضيلة الدكتور مثنى عارف الضاري بضرورة تسخير كل الجهود والطاقات والإمكانيات لمساعدة جميع العراقيين المتضررين من سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة والتي أنتجت ملايين الأسر النازحة وآلاف المعتقلين والمغيدين والذين تركوا أسرهم دون معيب، حيث قام قسم متابعة الفروع متمثل بفرع كركوك في العراق وانتهاز مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمد يد العون وإدخال الفرحة والبهجة والسرور على كثير من العائلات النازحة والأرامل وعوائل المعتقلين. نعم. حيث قدم الفرع لهم مساعدات مالية وإغاثية وعينية ووزعت لهم لحوم الأضاحي فضلا عن مساعدة المرضى بتوفير العلاج لهم وسط تردي جميع مرافق الحياة في البلد. سيد باسل، باعتباركم كنتم على احتكاك دائم خلال هذه الأيام مع النازحين، كيف تبدو أوضاعهم في المخيمات وما هي حاجاتهم الأساسية؟ والله أختي الكريمة، يعني وضع النازحين الكل يعرف، يعني وضع النازحين وضع متردي والخدمات في جميع البلد متردية، ومن الصحة والماء والكهرباء، والنازحين يعانون كثيرا من نقص المواد الغذائية ونقص الاهتمام بهم من قبل المنظمات والحكومة. نعم. ولكن الهيئة دابت دائما وكان لقسم الإغاثي منها القسم الأكبر في رفع معاناة النازحين والمعتقلين، وكانت لنا حملات شهرية وقسم يعني حملتين في الشهر لمد يد العون ومساعدة النازحين في مخيماتهم وفي جميع الأماكن التي يتواجدون فيها. نعم سيد باسل، كنتم قد على غرار المساعدات التي كنتم قدمتموها للنازحين المرضى منهم والأطفال، كذلك تم تقديم مساعدات للمعتقلين، ما مدى الاهتمام بهذه، ما مدى أهمية الاهتمام بهذه الفئة تحديدا من ذوي المعتقلين؟ المعتقلين يعني حالهم حال الذين تضرروا من سياسات الحكومه، واكثرهم ابرياء رازخين في سجون ومعتقلات هذه الحكومه دون نظر، ودون نظر في قضاياهم وفي يعني اي امر يهمهم. ودعمت الهيئه انه هذه الشريحه الكبيره والتي تضم الاف المعتقلين ان تهتم بعوائلهم، لان اكثر المعتقلين يمثلون معينين اساسيين لعوائلهم وقد تركوا اسرهم دون اعاله، فقامت الهيئه بمد يد العون لهذه الشريحه المظلومه التي نسيها كثير من المنظمات والهيئات وغيرها. نعم. حديثكم هذا عن تقديم مثل هذه المساعدات الأساسية للنازحين في كركوك، كيف تلقى هؤلاء النازحون هذه الحملة والتي ليست هي الأولى حتما؟ نعم أختي، هذه الحملة ليست الأولى ولا الأخيرة، وقسم القسم الإغاثي يقوم كما قلت بالجزء الأكبر من الحملات الإغاثية في هيئة علماء المسلمين، وتلقت هذه الأسر هذه المبادرة بالشكر والامتنان لهيئة علماء المسلمين التي دأبت على مشاركة عراقيين همومهم وتقديم ما تستطيع لهم من مساعدة ومن إغاثة. أشكرك جزيل الشكر باسل الناصري مسؤول قسم الانتداب في الهيئة، كنت معنا عبر الهاتف من تكريت.